هلا ويا حلوين، اليوم مع بعض رح نشوف مقطع جديد كثير حلو اسطوري حبايبي، رح نشوف التحديث كثير مع بعضنا، ويلا ندخل على المقطع ونشوف الحدث اللي نزل الان شباب، ما صاروا دقيقتين ويلا نشوف المقطع. ليتس جو. مرحبا شباب بنات، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كيف تمام حبايبي الكرام. جات لكم مقطع جديد اسطوري، احلى ناس معكم اخوكم عليكو. مقطعنا اليوم يا حبايبي راح يكون كثير كثير حلو شباب، راح نشوف شوف يعني شيء التحديث الجديد. اوكي، مثل ما انتم شايفين اللوبي تغير، راح اقول لكم اشياء يعني ما صار في كثير اشياء كثير كثيره يعني بالتحديث لحد الان شباب. طبعا شباب راح اقول لكم اشياء سريعه كثير بالنسبه للمهمات اليوميه شباب، بالنسبه لمهمات الفاير باس صارت كل اسبوع، كل اسبوع عندك مهمات لازم تعمل عشان تاخذ البادجا. هي اول شباب، هي اول شيء اللوبي تغير حبايبي. وشو كمان في شيء كثير حلو شباب حاب اقول لكم اياه، شيء جديد حبايبي اللي هو تقدرون وانتم باللوبي وانتم بالجروب اوكي تقدرون تغيرون اللبس تبعكم مثل ما انتم شايفين حبايبي. اوكي يعني بقدر بغير لبسي والشباب اللي معي يشوفون عادي، جربوها حبايبي، هي شغله كثير حلوه نزلت. كمان بالنسبه بطاقات الحمر نزلوا شغلات جديده شباب، اللي هي هاي لبسه البنت اوكي، لبسه البنت باللون الاخضر اوكي مثل ما انتم شايفين حبايبي، لبس كثير حلو الصراحه مرتب واشياء يعني لحد الان ما شفنا شيء. بالنسبه لنزل كمان حبايبي الرقصات الجديده، راح نشوف انا منتظر كريستيانو رونالدو حبايبي اولي. طبعا شباب في كثير شيء حلو كمان شباب، تقدرون تعينون مثلا لما تاخذ بويا اوكي، لما تجيب البويا تعير على هالكبسه الموجوده تحت، شايفين هون تحت على اليمين شايفين اوتوماتيكيا لما تاخذ البويا هو اللاعب الشخصيه بترقص لحالها. اوكي بالنسبه للرقصات الجديده جايين جديده حبايبي، خلينا نشوف مع بعض يا حلوين. اوكي معنا هون الرقصه هاي حبايبي تبعت ون باتش مان، هذا مسلسل يعني انمي مفلم كرتون اوكي، بنرقص البويا نفسها، رقصه هاي جديده نفس الشيء حبايبي. اوكي عندكم هالرقصه كريستيانو رونالدو وكثير حلوه، ونفس الشيء هاي يعني رقصات كثير كثير حلوات الصراحه، هاي رقصه كثير طويله حلوه كثير، ورقصه هاي تحس شو هيدا؟ هاي ما شفتها شباب، واو لوس كفو حلو. اوكي شباب هذا هو الاشياء اللي يعني المهمين لحد الان اللي شفناهم مع بعض. بالنسبه لكلاش سكواد نزلوا اسلحه جديده، شالوا الام بي 40 بالكلاش سكواد، ما اعرف انا وقتها جربتها بالكلاش سكواد العادي، ممكن بالمصنف غير اوكي، لحد الان ما بنعرف شيء حبايبي. اوكي حبايبي قبل ما خلينا نبلش ندخل على الحدث اللي نزل الان جديد شباب، اللي نزل من شوي ما صار له شيء يعني دخله خمس دقائق، اللي هو حدث العجله شباب، عجله الحظ والعجله الفرح، عجله الفرح. اوكي يا اساطير معنا 2500 جوهره مثل ما انتم شايفين حبايبي، في السبيشال سبين ممكن نسبه الحظ تحصل عليها ب 200 اوكي 200% يعني نسبه الحظ يعني كثير حلوه، راح نجرب اول شيء. ليتس جو خلينا نبلش. يلا يا اساطير ممكن يطلع لنا شوي، يطلع لنا الهدف. اوه ليه طلعت لي رخصه حلو لوز، نضرب كمان 40 لنشوف ان شاء الله يطلع لنا اللبسه. اللبسه شيت ما في شيء، خلينا نعمل سكيب ما بدنا نشوف بسرعه. ليتس جو قول لي حلو، خلينا نضرب 10 ضربات ولنشوف. قول لي واحد الرقصات بقجات 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 بقجات، خلينا نضرب واحده كمان سبيسيال. يلا يا زلمه يلا يا زلمه اوكي، نضرب كمان واحده ب 40 ليتس جو. يلا ما طلعنا كلبستي هون ما طلعنا، خل 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 تدور العجله، خليها كريم ممكن هيك يعني، خليها تدور خليها تدور خليها تدور. يا زلمه شو هذا؟ صدقوني حبايبي تتوقعون راح يعطونا الحظ هي ال 10000 هاي ولا لا؟ بال 40 ما بيعطينا لحد الان هنا على حظنا. يلا بليس يلا ولو يلا مان، زفت زفت بزفت 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 زفت. ليتس جو ام بي 40 زفت، بدنا اللبسه، اللبسه ما عندي اللبسه هاي حبايبي. او لا لا ام بي 40 بدنا اللبسه معلم، بدنا اللبسه. خلينا نضرب 10 ضربات لنشوف، يلا ابلع. يلا واحد زلمه اخي شو هذا الحظ؟ يلا يا زلمه شو الحظ الزفت؟ اللبسه يا الزلمه، انا حاسس انه راح يعني راح يوجع لي راح يجيب لي الجلطه هذا هالدويره هاي.
لا بدي اشغل غنيتي الحظ، لازم اشغل غنيتي الحظ، لازم اشغل غنيتي الحظ اللي متعود عليها دائما حبايبي، غنيتي الحظ اللي دائما متعود عليها بتجيب حظ. بلاحظ هالغنيه هي يعني بتجيب لي الحظ، فهمتوا علي كيف؟ خلينا نشغل. ابلع يلا روح، بسم الله. اضربت 40، ابلع رقصه كمان مره. اوه بدنا، ما بدنا الرقصه، بدنا اللبسه. يلا لبسه، يلا بليز لبسه، صندوق زفت، يلا لبسه. صرفنا 1000 جواره جايز. لو لو شو هالحظ الزفت، حاسس انه اليوم حظنا مش حلو. لا يا اخي خلص يا اخي، بدنا هذا يا زلمه، خلص اعطينا اللبسه. اوه علينا، يلا يا معلم دور 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 دور. هي لا مش هي، حظ زفت. او ماي جاد، يلا لبسه هالمره، لبسه يلا لبسه. اوه جايز حظنا، حاسس انه اليوم ما بعرف. خلينا نضرب واحدة ب 225 نشوف. يلا يلا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. صح لا ما ادري. يلا يا اخي، يلا يا زلمه. او ماي جاد، شو هذا؟ حطينا على كابيلا، كان عندي اياها. يلا نضرب واحده 40 نشوف. رح نعمل هيك هي، رح نعمل هي التخطي، تخطي نسر. يلا اللي بعده، اللي بعده تعال. يلا هي هي، ما هي هي هي. رجع مرة تاني رقصة يا اخي، شو هالحظ الزفت؟ خلص يا زلمة، خلص صرفنا الجوار، خلص يعني اعطينا هذا يا زلمة. والله عيب عليكم يا اخي، شو هذا؟ شو هالحظ هذا؟ يلا لسه على الزفت. لك اعطينا هذا يا زلمة، شو بك؟ خلص خليك كويس يا اخي، شو بك؟ نسر. يلا خلص هات الرقم، هات اللبسة يا زلمة، شو بك؟ او ماي جاد، او ماي جاد، رجعت الرقصه يا اخي. ما بدي الرقصه يا اخي، الرقصه ما بدي اياها. خلينا ناخذ هذول قبل ما ننساهم. والله حاسس حظي زفت عن جد، حظ زفت اليوم. هذا تحديث الحاسس، التحديث زفت، والحظ تبعه مع بعضه كله زفت بزفت. هيك شايف انا يعني، يعني يعني والله يعني حرام، اقسم بالله حرام. يلا يا زلمه برجع الرقصه يا زلمه، ما بدي الرقصه يا اخي. يلا يلا هي هي، وقربت. والله شايف حظ شباب، حظ زفت، الحظ زفت. اوه واي يا زلمه يا شباب، تقول يعني سبحان الله، شافوا معي 2500 قالوا لا لازم تصرف كليتهم اخر ضربه تاخده. لاحظتوا هذا الحظ الزفت؟ اقسم بالله حظ الزفت. هذول يعني متعمدين يعملوا هالشيء، اقسم بالله انتم متعمدين تعملوا هالشيء. اذا متعمدين شباب حبايبي المتابعين اكتبوا بالتعليقات خلينا نشوف. وات واو، شو هذا يعني؟ ليش هيك؟ ليش هيك؟ ليش هيك يعني؟ خلص اعطونا اياه من اول مره، شو هذا؟ يعني ضروري حتى تنشفوا لنا رينا يا زلمه، شو هذا؟ اوكي حبايبي، هي حصلنا على اللبسه. اوكي اللبسه يعني معروفه جايز، هاي هي اللبسه يا حلوين. خلينا ندخل نشوف الباقه، هاي هي هي اللبسه حبايبي. عن جد اللبسه هي السوداء كثير كثير حلوه صراحه، يعني حلوه كثير ومرتبه. اوكي شباب، بدي احاول افرجيكم شيء هيك على السريع. حصلنا على اللبسه وكل شيء لوز. حاب افرجيكم شيء مع بعض قبل ما نسكر المقطع حبايبي. ان شاء الله عجبكم المقطع يا اساطير، واعطوني رايكم بالتحديث يا حلوين، اعطوني رايكم بالتحديث بالتعليقات يا احلى الناس. طبعا شباب بالنسبه لهم سمعنا انه راح ينزلوا، سمعت انه راح ينزلوا تطويرات مثل الاسلحه اللي هي يا اخي لا تبعتونا، اللي هي اسلحه مثل السكار تايتن، ودول اسلحه سكار راح تنزل. بالنسبه لل الجولد رويال راح ينزل سكين تقريبا بعد غدا. اوكي، وبالنسبه لاشياء شباب لحد الان ما بنعرف شيء تحديث طبعا. وفي حدث كمان راح ينزل بعد انه القادم، اللي هو تقريبا يمكن بعد راح ينزل، كان مكتوب انه القادم لما غيرت اللغه كان مكتوب بعد 6 ايام. اوكي هي يا شباب، اعطونا رايكم بالتحديث اللي نزل جديد حبايبي،
وان شاء الله بالفيديو الجاي شباب راح اذا بنشوف شيء كمان حلو وما حد اذا ما عرفناه راح اقول لكم اياه بالفيديو الجاي حبايبي. شو عجبكم المقطع؟ لا تنسونا تحطونا لايك والشير وتفعلوا الجرس يا احلى ناس، وبنشوفكم مقطع جديد يا حلوين، وشكرا جميل لكل متابعنا.